أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخا الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ. لابد للمؤمن إذا كان إيمانه صادقا حقيقة أن يكون متواضعا لله، ليس عبثا أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد يدخل الجنة بعمله، قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، تغمدني الله أجمعين بالرحمة والعفو والعافية. هذا تعليم لأمته حتى لا يحصل غرور لكل ذي دين، وهو ضرب من الاستدراج مأخوذ من قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يعني الإنسان قد يطبق من الدين ما وفق إليه فهما وتنزيلا، ثم يظن وهو إلقاء شيطاني أنه خير الناس وأنه على أكمل ما يكون، الدين، ولا يحصل. بل مصيبة كثير من المتدينين هي هذه، ويقول أنا الفرقة الناجية، هذا أمر خطير، الناس به جاهلون. من أنت؟ فهب أنك على الصراط السوي، وهب أنك وهب أنك وبعد، كل ممارسة من ممارسة الدين إلا وهي خاضعة لهذين الأمرين الفهمي والتطبيقي، وكلاهما ناقص مهما ادعينا الكمال. فحينما يدعي أحد أنه قد كمل فتلك الدلالة القاطعة على نقصه وجهله. لهذا إذن الفقه في الدين أول ما يعلم العبد يعلمه التواضع لله، ولذلك العلماء الربانيون كانوا أكثر الناس تواضعا، وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.